يواجه الكثير من المستخدمين مشاكل متعلقة بالبطء في الأداء أثناء العمل بسبب التطبيقات والبرامج التي تعمل في الخلفية والتي تستهلك موارد الجهاز وتجعل المعالج يعمل دائماً. لكن لا تقلق حيال ذلك، فالحل سيأتيك من خلال الشرح التالي. أولاً، افتح تطبيق الإعدادات من خلال الضغط على مفتاحي ويندوز مع آي. ثانياً، الآن اختر قسم الخصوصية Privacy من الإعدادات. ثالثاً، على الشريط الجانبي ناحية اليسار اسحب للأسفل حتى تصل إلى قسم تطبيقات الخلفية Background Apps وانقر عليه. رابعاً، حسناً، لديك خيار إما منع جميع التطبيقات والبرامج التي تعمل بالخلفية في ويندوز 10 بنقرة واحدة، وذلك من خلال إلغاء تفعيل زر ترك التطبيقات تعمل في الخلفية، وهكذا سيتم منع كافة التطبيقات والبرامج من العمل في الخلفية. أو الخيار الثاني، وهو التحديد بشكل يدوي على التطبيقات والبرامج التي ترغب بمنعها من العمل في الخلفية. على سبيل المثال، ترك التطبيقات الهامة كالبريد الإلكتروني ومنع باقي التطبيقات. استخدم هذه الطريقة لزيادة الخصوصية والأمان، وكذلك لتجنب البطء الناتج عن تلك التطبيقات.